طيب خلينا نروح للسوشيال ميديا ونشوف برضو رأي الناس في اللي حضراتكم بتقوله. دكتور وائل بيقول حلقة النهاردة يا كابتن إسلام تصلح أن تكون مادة تدرس للعيبة مصر كلهم علشان يعلى عندهم معاني الوفاء والانتماء. صفاء محمد بتقول نورتوا بيتكم يا أبطال، أنتم روح الفريق. فكري بيقول مساء الفل يا كابتن إسلام، أتمنى أن تقرأ التويتة بتاعتي، ممكن تخلي سعد يدينا واحدة على الهوا كده على أغنية وخدنا العشرة. فكري طبعا، فكري محمد عارفه. طبعا عارفه. مش عارف ايه خدنا العشرة، مش عارف. طيب قول لي يا فكري بس ايه عارف فكري يعني. عارف فكري بس بس ما شفتش. انا قلت يمكن في سين بينكم ولا حاجة. لا فيش. فكري بتاعنا فكري. ناصر كفافي بيقول احنا فخورين بيكم جدا ابطال الاهلي، مفيش فرق بين لعيب اساسي واحتياطي، الروح دي سر الانتصارات. جمال كل سنه طيب والف خير. كابتن اسلام كابتن وليد شكرا، بحبكم في الله. كلمه للحاوي، عايزينك منور دايما وسطنا، وجودكم مهم جدا في الفريق، دعم الشباب الصاعد. يعني كلام كتير جدا. سؤال، انا سمعت ان اخصائي التغذيه بيتكلم عن المكملات الغذائيه للاعيب الفريق، هل زاد اهتمام الافراد بالجانب البدني بعد الاحتكاك بفرق زي بايرن وروما؟ مكملات غذائيه او حاجه ولا تقول؟ اعتقد احنا كلنا طول عمرنا بناخد الحاجات، يعني الحاجات دي اللي كان زعلان من الاكل. لا للامانه الحاجات دي مفيده جدا. لا الحاجات دي مفيده جدا بامانه. يا كابتن يعني للامانه الناس المسؤولين على الحته دي في النادي اللي كان دكتور عبد الرحمن ولا مع الدكتور ابو عبله والجهاز الطبي كله يعني لما بيشوفوا حاجه زي كده بيهتموا بيها جدا. وكل لعيب يعني انا اتذكر من بعد احداث كورونا كابتن رجعنا تدريبات، كان قبل التسعة اتعمل لنا برنامج لكل اللعيبه للامانه، وده اللي فرق معانا جدا للامانه. يعني اتعمل لكم برنامج غذائي؟ غذائي طبعا. اوكي. كابتن وليد ده حسين محمد بيقول لك مين اكتر مدرب اضاف لوليد سليمان؟ والله كلهم يا كابتن، انا بقى اي مدرب اتمرنت معاه بيضيف لي وباخد منه احلى حاجه. يعني احنا عايزين اجابه. تعالى ساعة اقعد هنا والنبي عشان خاطري بقى، مش افضل مدرب. عايز افكك شويه عشان لا والله الامانه. اقول انا؟ قول. مانويل جوزيه، كابتن حسام البدري. صح. طيب ما تقول مانويل جوزيه على فكره. ما لا بس الحقيقه كابتن والله وحياتك، انت كنت لعيب كبير ونجم كبير، ان كل المدربين لازم انت تستفاد منهم ليهم. كل واحد وليه التكه بتاعته. كابتن محسن صالح كان دايما يقول لنا اللقطه الاخيره. صح. اللقطة الأخيرة دي اللي هو إيه، ترفع أوفر مثلا في آخر ماتش تجيب جول رقص ترقيصة حلوة، فالناس تفتكر اللقطة الأخيرة. ربنا يديله الصحة.